ديانا ميك اب ارتست، اليوم متواجدين في بوتيكات دبي. راح نقدم لكم تحدي كلش حلو اني واوسي. اللوك اللي راح اسويه اليوم ان شاء الله راح يعجبكم وكلش راح يكون بسيط وحلو. راح نسوي شويه تشات سموكي ويا شويه لاشز، بس انتظرونا شوفوا اللوك كامل شلون راح يكون. يا ويلك مني اسراء في هذا التحدي. مساء الورد، معاكم اسراء ميك اب جايه من الكويت مخصوص حق برنامج بوتل اوف ذا ارتست. ثانك يو لبوتيكات دبي على الاستقبال الاكثر من رائع. معاي اليوم الموديل دينا، سعيده وايد ان هي معاي. طب البنيه ما شاء الله. راح اواجه ليدي ديانا. انا مشهوره ان بجنون الميك اب بالالوان، شنو بالضبط؟ خلوها مفاجاه اللوك اللي راح نطلع فيه، وبقول كلمه لليدي ديانا. حبيبتي انت بعد قلبي بعد روحي. انا وياك واحد، واللي يفوز ما حد فينا خسران اكيد، ولكن نصيحه صغيره ان في وقت ترى تنسحبين، يمدي ممكن ان انت تنسحبين لان انت خسرانه شور، مو اي خساره، خسرانه انت بالضربه القاضيه. شروط المسابقه: عندكم 30 ثانيه لتختاروا الميك اب و30 دقيقه لتعملوا افضل لوك. مركزه كنا صرتي وايد بيضه دينا. الله الله، واو، شفتي شلون؟ شفتي شلون؟ والله الباودر، او ماي جاد، دعايه. لحظه، اقول مزعجت بجوز. لحظه، انتي ايش تاخذين؟ دينا ايش اخذتي؟ حبيبتي دينا برونزر. لا تبدين تخبر اشي من هذول. لا We are done. Hi. I'm الدحون بقى. لا تعلمين. زين، اول مره اشوف وحده موديل تمدح الميك اب مال الميك اب. طبعا لان هي كثير شاطره. يا حياتي بالعاده الزباين ما يعجبها. اول مره احب الوان، والله العظيم جاهد. انا مينونه الوان، شوف فوق مينونه الوان، هو مشهورة. ترى بالجنون وبالعقل. انت خليك وايد عاقله ليدي ديانا، خليك باللي انت فيه. ديانا يمدحنا، نسيت اسمها مسكينة، حرام. ديانا تبين دورة بالسرعة يا عمري؟ الله، المكياج وايد حلو. انتي حلوة، انتي احلى. حبوا بعض يا جماعة، حبوا بعض. ما خليت استانس ان شي تيزنج مي. وي وي وي
نسوي العقوبات والسبراي. خلصنا خلصنا. I'm done first. خلصنا. معكم أوسي، اليوم كنت مع بوتيكات Battle of Artists وفريقي كانت الميك اب ارتست ديانا. وايد 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 حبت مكياجي، حيل المكياج يشبهني، وايد استانست بهال اكسبيرينس. معكم دينا الشريف، واليوم صورنا an episode of the Battle of Artists with Boutiquat. المكياج اللي سوت لي يا إسراء اليوم أول مرة بحياتي أسوي ميك اب زي هيك، وأنا مصدومة مصدومة من كتر الآي شادو قديش اندمج بسرعة ويعني بوقت كثير قليل، وطلع مكياج حلو زي هيك. So I was so happy. وthank you Boutiquat لهالإكسبيرينس الحلوة.